مر 383 يوما منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، بيد أن الأزمة لم تنتهي بعد. في محافظة إدلب شمال غرب سوريا لا تزال المعارضة والجماعات المتطرفة تسيطر على المنطقة، وقد أظهرت الإحصائيات أنه حتى يناير من هذا العام فقد أكثر من 380,000 شخص حياتهم في حرب سوريا. ووفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين، حتى هذا الشهر تم تسجيل ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ سوري، وهم يتوزعون في العديد من البلدان حول سوريا. من بين هؤلاء اللاجئين فقط 280,000 لاجئ يعيشون في مخيمات اللاجئين التي خصصتها لهم الأمم المتحدة والحكومة المحلية، أما الغالبية العظمى من اللاجئين فمتشردة هي في بلدان أجنبية. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب في سوريا تصل إلى 250 مليار دولار أمريكي، مع تكثيف العقوبات الخارجية ستواجه إعادة إعمار سوريا بعد الحرب صعوبات متزايدة.